السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير هانين، كتلقيتو كلشي لاباس؟ البنات خرجت ندير معكم فيديو برا في الطبيعة، شوفوا الكرموس خضرا. يلا هانتوما معانا، ما تنساوناش اللايك وشوفوا الفيديو من الأول حتى التالي. غنبدا لكم البنات من هالصفرجلة، صفرجلة هاهو كتسقم، تبارك الله. وهادا الصفرجل فيها زوين، دايما كنسقيوها حيت هاد العام شويه الشمس جات قاصحه. انا كل الصفرج الطاجين، دابا نمشيو للكرموس البنات. جرات الكرموس، هذه الكرموس بيضاء، اللي بغى الكرموس يجي مرحبا به، راه موجود البنات الكرموس اللي قريب في تولوز، يجي للكرموس. ها تبارك الله حلوه كتسكر، شوفوا كي داير، زوينه هذه البيضه، هذه البنات كتكون حلوه حتى هي. شوفوا البنات، شوفوا نشهيكم، ها دايره كتشهي. هذا الكرموس كحلة، هذا الكرموس كحلة. درنا هنا الفقوس، شوفوا البنات الفقوس تبارك الله. ما كنقدرش ندخل دابا لديك الشجرة الكرموس الكحلة، كنصطم على الفقوس وندوز. انا كنقول الكرموس ونهضر معكم البنات، غنوريكم هاد الكحله شوفوا كي دايره شحال زوينه البنات. نشهيكم جوج تدوا الكرموس، ها شوفوا كي دايره هاديك الكحله، شوفوا ها شوفوا كي دايره من داخل حمراء كتشعل. اسمحوا لي اللي كنشهيه اللي بعيد ولا قريب يجي مرحبا به. هادي عاود الكرموس البيضاء. المهم على كل شيء فيها هذيك البيضاء الكحلة، وهنا كاين الفقوس. ما كيبانش البنات، خصنا نحيدو، إن لما حيدتوش ما كيخليش الآخر يولد. هاهو كنحيدو باش ما يبقاش يستوبي الآخر. هاهو كيعجبوني أنا هاد الصغارين البنات، هادو كيعجبوني صغارين. فوالا هادشي كلو كرموس البنات، اللي بغات تجي اللي قريبة في تولوز تجي مرحبا بها تدا الكرموس. ها كرموس مطيشة فلفلة، هادي اللوبيا النسر ها مبقاش فيها، هادي حيدناها وعاود حيدناها. ما واخا هكداك راه مزال كتولد تبارك الله، مزال فيها، مزال فيها ما يتجمع. هادي حيدناها والاخرى راها مازال ما وصلت. وهادي القرعه البنات، القرعه الحمراء شوفوا تبارك الله، القرعه الحمراء هادي خابعه فوسط الورق، راه هاديك الجهه كلها مشات في داك الفوسي كلها. هادي القرعه البنات، شوفوا معايا اللوبيا، هادي الفلفله هنا برا مازال صغيره مدات تنجال. الدنجال هذا حيدنا منه وعاود حيدنا خير الله. هادي اللوبيا اللي مازال ما وصلتها، هادي مازال ما حيدناش منها، هاد اللوبيا هادي مازال ما حيدناش منها، برد عليها الحال ما بغاتش تبانسي اللوبيا، كتبغي السخونيه. شوفوا الفلفله دي برا ماشي بحال ديال الداخل، بدات كتصفر بالبرد، كيبرد الحال بالليل بدات كتصفر، هاديك ديال الداخل مازال قطه راسها.
هذا التنشال هو هنا بارك الله راه زوين. القرعه هذه غير كنحيدوها كنرميوها باش ما تطبيناش هذيك الاخرى باش كتبقى تولد. الا ما حيدتهاش ما كتخليش الاخرى تولد. كنجبرها نديرو بها كسكسو. دابا بدا الحال كيبرد عليها ومندرناها حدا اللوبيا. شوفي هذه اللي خليناها هذه فيها ما ولدتش ما كتولدش. ها هي اللي كنحيدو منها هي كانت كتولد هاد الصغار. شوفوا هذه كنسا كنغسلو عليها تبارك الله دغيا كتكبر. درا هذه ما ديرش القرعه حيت هذيك ما حابساها ما تخليهاش دير القرعه. خصنا نحيدو لهذيك الكبيره. هذه اللوبيا البنات اللي مازال ما وصلت. جريدة على قد الحال. حال مزيان حال مبرد البنات. بقات ديك الشمس اللي كانت سخونه برد الحال. دابا ها الكرموس هذه كلها الكرموس. كاينه الكرموس اللي غير كيبرد عليها الحال كتخسر ماشي. وكاينه اللي كتبقى قرطه راسها قريعه. هذه دابا الا ما حيدناهاش هاد الصغيره الا ما حيدناهاش هكا صغيره كتكبر كتحمر كتولي القرعه الحمراء. غير كندير كسكسو كنخرج لعندها. هذيك راها هي معلقه في الشجره. شوفوها البنات هاك فين معلقه في الشجره الا تبان لكم. هاك فين هذيك معلقه في الشجره ارتقال يمكن دابا طيح. هذيك دابا نخليوها حتى تحمر. ايوا هنا القرعه الفقوس هذه هنا جات حتى شجره الكرموس ما كنقدروش ندخلوا لها. كنبداو نصطمو على القرعه عاد ندخلوا الكرموس. مشات صراحه تحت الشجر فوالا الكرموس. ها هي بدات كتخسر بالبرد. شوفوا البنات داير عليها النحل لي كيب كياكلها لي كيب غير كطيب بزاف كيجيو لي كيب ياكلوها. ايوا الفقوس انا حيدته باش ما يستوبيناش عارف الاخر كيبقى. هادي دابا الا خليتها تكبر ما كتخليش الفقوس اخر يخرج كتستوبيه. فوالا ها الكرموس البيضاء هاديك حلال البنات اللي زوينه. هاديك حلال هادي عرفتو كي دايره من داخل. ها شوفوا على حيد لكم عاود هادي و الا كليت وحده. شوفوا عاد هادي كتزيدك وحده كتزيدك الاخرى. هنا البنات الكرموس راه حنا كنبزوه هنايا. هذا الكرموس كنبزوه اللي كيطيح واش يبان لكم ولا لا. ها شوف ما كنبزوه. ودابا البنات هنا العنب عاود اللي بغى العنب ديس الكرموس العنب. ها هو العنب البنات دابا راه موجود العنب. هذا غير البيض ولكن حلو كسك بلاصر داخل الشمس والحال سخون حلو. دابا البنات انا هذا حيدت الخيار حيت ملي ما حيدتوش ما كيخليش الاخر يولد. هذا الخيار هذا الفقوس وهذه الفلفلة. ودابا نقول لكم بالسلامه عليكم الله يهنيكم. الفيديو المقبل ان شاء الله.